النبي عليه الصلاة والسلام هذا في الدنيا هو حي. فأرسل الله جبريل قال يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله وأنا أعلم، قل له ما الذي يبكيك؟ فلما نزل جبريل قال يا محمد إن الله يقول وهو أعلم ما الذي يبكيك، فأخبره أنه يبكي على أمته الذين يدخلون النار. فرجع جبريل إلى الله وقال يا رب إن محمد يبكي على أمته الذين يدخلون النار. قال يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إن الله لن يسواك في أمتك، أبشر يا محمد أبشر يا محمد. قال فاذهب وأخرج من النار كل من كان في قلبه لا إله إلا الله.